السلام عليكم ورحمة الله، كي داير؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير. جيت وجبت لكم واحد التحلية باش تحليو باش توليو، كي يقول المثل. درت لكم واحد التحلية خفيفة ظريفة بسيطة، بمكونات بساط، وفي اي انسان يقدر يديرها، وفي اي مناسبة تقدروا ديروها، سواء كانت عندكم حفلة ولا انه عندكم ضياف، او لا تقدروا ديرها بوستري. سهلة ماهلة وسريعة التحضير، وأغلب الناس كيعرفوا يديروها وأغلب الناس ما كيعرفوش يديروها. المهم أنا قلت نشاركها معكم. المهم مشيت عند عجوزتي ولوستي هي اللي وجدت التحلية، وقلت أرى نشاركها معكم. هي سهلة بسيطة، بجاتو ماريا، أي دار فيها جاتو ماريا. وكيف ما شفتوا هاني حطيت معكم هنا المكونات، غادي نقولهم لكم بالتفاصيل. كاين هذه خيلاتينا نتاع الباستيل اللي كيديروها باش كتخلي داك الشيء جامد، باش المكونات كيجمدوا. والكاطو والفرماج هذاك اللي وريتكم الزرق كيف ما كتشوفوا في الفيديو، شيكولا، الناطا، المول، على حسب كل واحد. يعني انت يا درتي بزاف ديري المول كبير، درتي المقادير بزاف ديري المول كبير، درتي المقادير غير شويه ديري مول صغير، يعني انت والاختيار ديالك. وثلاثه المغارف ديال الزبده، ونص كاس ديال السكر. المهم السكر على حسب الذوق، كاين اللي كيعجبو السكر بزاف يكثر يدير كاس، كاين اللي كيعجبو شويه يدير نص، كاين كل واحد واسمو كيعجبو. حنا درنا نص كاس ديال السكر. وهنايا دابا كيف ما حطينا المقادير كلهم، غادي نبداو نطحنوا في الكاطو، في قايطه، حتى قايطه على حسب الاختيار. ما بغيتيش ديري قايطه ماريا، ديري قايطه واحده اخرى اللي بغيتي، المهم اللي توفر معاك على حسب المقادير اللي عندك. المهم هادو هما المقادير حنا اللي درنا. هنا ذوبنا الزبده، طحنا القايطه ديالنا، وغادي نبداو نخلطوا ديك الزبده مع القايطه. وهنايا نسينا ما وريناكمش واحد المعلقه ديال العسل، حتى هي زدناها ضفناها في التالي. وشويه ديال الحليب، ماشي بزاف، يكون واحد ثلاثه ديال المغارف كبار ولا اربعه هكاك، ما كاملش نص كاس غير باش القايطه تجمع لنا. ايوا هنايا بعد ما درنا كلشي داكشي العسيله والزبده والحليب، غادي نبداو كنخوضوا، وغادي نبداو كندكوا على الكاطو حتى يشد بلاصتو مزيان مزيان، باش منين نكبو فوقو المكون التاني ما يجيش طالع الكاطو. وهنايا خيلاتينا ديالنا غادي نهزو منها اربعة ديال الورقات، خمسة عفوا، خمسة ديال الورقات. غادي نديروهم في الماء حيتاش هما شوفو كيكونو قاسحين، نديرو في الماء على ما يدوبو، ما عادي ماشي دافي غير بارد. وهنايا بدينا كنكبوا داك الفرماج، درنا جوج ديال الباكيات في هاد المكون. حنايا في هاد المول اللي درنا فيه جوج ديال الباكيات وثلاثة، جوج باكيات ديال الزبده فيهم 300 غرام، وثلاثة ديال الناطات فيهم 200 ملي غرام، وهو كاس نص كاس ديال السكر كيف ما شفتوا. وغادي نخلطوا هادشي ونبداو نحركوه مزيان، ونديروه على نار مهيله، غير واحد شويه النار مهيله، ومع التحريك ما غاديش نريدو حتى كتشوفي المكون بدا كيختار، ومن بعد حيديه. مهم عينك ميزانك، بصح النار ما تجهدولهاش لحقاش الا جهدتولها غادي المكون يبقى يلصق لكم من التحت، وخصكم ما تريدوش تحرك، تبقاو كتحركو حتى تطفيو عليه البوطه، ماشي بزاف، واحد دقيقه ولا جوج دقائق حتى كينسجم المكون وصافي. وهنا بعد ما نسجم المكون وغلالنا جبناه، حطيناه فوق البوطاجي، وزدنا عليه ديك خلاطينا اللي كنا مخلينها، الورقه ديالها كتذوب شويه، ماشي كتذوب غير كترخى، ما كتذوبش في داك الماء، نديرو حتى داك الماء غير كترخى. راه بعض الناس راهم عارفين كيفاش يستعملوا الورقه ديال الخلاطينا. ايوا هذه هي، منين درناها تما راه دغيا ذابت، لحقاش هي كتحطيها في الحاجه السخونه راه كتذوب، ما بانتش داكشي علاش ما صورناهاش. وصافي هنايا بدينا كنكبوا المكون ديالنا.
هذيك خلاطينه درناها على مسبت هاد الناطه وهاد الجبن باش تجيبو نقولو شد راسو ما يبقاش هكا سائل. وصافي كنتي دايراها في النهار وبغيتي تحطيها في العشيه ديريها في الفريغو باش دغيا 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 تجمد. كنتي دايراها في الليل ديريها في غير في الثلاجه عاديه حتى الصباح راه تكون جمدت. وهنا بدينا كنديروا الكبه الثانيه اللي درناها بالشيكولا والحليب ومايزينا، وحتى هي مع التحريك ثلاثه المغارف ديال المايزينا مع كاس ديال الحليب مع ديك الباكي ديال الشيكولا مع التحريك. وهنا بدينا كنصفيوها الا كانت فيها شي حاجه ورديناها حتى هي للثلاجه باش تجمد لنا وتولي كيفاش بغيناها. وهذه هي التحليه ديالنا البسيطه وهكا جات وجات زوينه، يعني صراحه كتحط زوينه وبنينه يعني اي واحد تعجبه. وحنا درنا هنا بها واحد الحفله خفيفه للوليدات وصافي غير بغينا نفرحوا بهم وصافي ماشي شي حفله. المهم درنا بها حفله بسيطه غير حنا بعضياتنا، هادشي اللي كاين. وهذه هي التحليه ديالنا، حنا ذوقناها كتزويقه خفيفه بسبت الدراري درنا هاد الشيكولا، راكم عارفين البز عزيز عليهم الشيكولا. ايوا هذه هي الطارطه ديالنا، نتمنها تعجبكم واللي عجباتو يكتب لنا في الكومنتار، اللي سياها يكتبها لي في الكومنتار يقول لي بلي راه جات زوينه. وانا غير كنقول نشارك معكم ابسط الحوايج واسهل الحوايج هادشي اللي كاين. وما تنساوش ديروا لنا لايك والاشتراك وتبارطاجيونا مع الحباب ديالكم. وهذه هي الطرطه ديالنا من بعد ما قسمناها، هانتوما شفتوا كي جات لداخل، جات زوينه. ومع السلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله، ونتمنى عاوتاني نفيدكم بشي حاجه زوينه وما احسن. وهذه غير تحليه باش تولي باش اللي تفرج يولي يعاود يتفرج هادشي اللي كاين. ومع السلامه الى اللقاء حتى الفيديو القادم ان شاء الله.